السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي المتتبعين في هذا العدد الجديد، لنتحدث على احتمالات الممكنة في المطالبة أو لا للحصول على مرسوم أو حكم تجنس. طبعا إذا عدنا إلى النصوص التشريعية والقوانين الفرنسية فهي في حقيقة الأمر غير واضحة، ونحن نعتمد للرد على هذه الأسئلة على النصوص التاريخية وليس النصوص القانونية، ونعتمد أكثر وأكثر على التجارب الواقعية، يعني التجارب ليكسبيريونس تاعنا في الدومين دي دروا دي زيتونجي ان فرانس. طبعا الخبرة تاعنا تأهلنا به نقدر نحدد إمكانية وجود مرسوم أو حكم تجنس نسبة لعمله، نسبة لمكانته، نسبة ونسبة ونسبة. ولكن لازم تعرفوا باللي الاختلاف قائم، ولازم تعرفوا باللي كاين فرق بين ملف وملف، كاين فرق بين شخص وشخص، كاين فرق بين عسكري أدى خدمته في الحرب العالمية الأولى، والفرق بين عسكري أدى خدمته في الحرب العالمية الثانية، وعسكري أدى خدمته في حرب الجزائر الثورة الجزائرية، وبين عسكري أدى خدمته في المغرب أو أدى خدمته في تونس. يعني يختلف من شخص لشخص آخر. وهناك اللي يقول لك بلي لي زونسيان كومباتون قادروا لهم المراسم تلقائيا للميليتير، وكاين اللي يقول لك لا، لازم يكون هو اللي يطلب كما يقولوا مرسوم تجنس بنفسه. ايضا بالنسبه للمدنيين للبشغاء والقوياد الاحتمالات تاعنا يقول لك سوا ديزون باللي داروا مراسم، لم ما قاموش ما داروش مراسم تجنس، وانما داروا احكام تجنس، يعني داروا ان جوجمون دادميسيون. ويبقى الشيء هذا احتمالات فقط، احتمالات فقط منا ومنا، ما كان حتى انسان قدر يوضح هذه النقطه ولا نوصل الى النتيجه، لانها مبنيه على نصوص تاريخيه وعلى خبره ميدانيه. هذا الشيء ناكدها لكم وانا متمسك به، ورغم اني شرحت هذه القضايا الى غير ذلك. يبقى السؤال مطروح، كيف نبنيو احتمالات انه جدك متحصل على مرسوم تجنس او حكم تجنس ابان تواجده؟ مثلا من بين الاحتمالات نبنيهم على الوثائق المتوفره، من بينها بطاقة محارب. فمثلا في ظهر بطاقة محارب هناك علامة تقول اللي عندهم الكارت كومباتون اللي شرحتها في فيديو سابق، يقول لك باللي لي دو دروا كومان، يقول لك إذا كان قام هذا الشخص بأي إجرام ولا بأي يعني بأي كما يقولوا جنحة ولا أي شيء سيعاقب حسب القانون المشترك. مادام راه يقول بلي سيعاقب حسب القانون المشترك، معناتها الإنسان هذا كان يستفيد من القانون المشترك. لماذا؟ لأن القانون المشترك في تطبيق الأراضي تاعنا كانوا هناك محكمتين، المحكمة الفرنسية اللي كانت تطبق فيها الحكم الفرنسي والقانون الفرنسي، ومحكمة إسلامية اللي كانت تطبق فيها القوانين الإسلامية. لو كان يستفيد من القانون المحلي فيتم تطبيق عليه القانون المحلي واللي يفوت في المحكمة الإسلامية وليس المحكمة الفرنسية. إذا بطاقة إقامة من بين نقاط الأكثر أهمية لنبني معلوماتنا عليها. ثم وضعت فيديو على بطاقة إقامة، وبهذه المناسبة تجدون أسفل هذا الفيديو فيديو يتحدث على بطاقة إقامة والاحتمال، كيف رانا نديروا احتمال نسبة لبطاقة الإقامة. ثم كاين اوسي كما يقولوا وثيقه كما يقولوا البروفي دو ريتريت. البروفي دو ريتريت من خلفه يقول ان كل من يقوم بمخالفه فيعاقب او كما يقولوا تسحب منه الجنسيه الفرنسيه. وضعت فيديو اللي تلقاه اسفل هذا الفيديو على هذه النقطه بالتحديد، وضحته بشرح جيد عنده منذ سنتين او اكثر، ولكن تجدون اسفل هذا الفيديو رابط لتحدث على الشيء هذا. ليقول لك اي انسان ولا الانسان اللي راه مستفد من هذه المنحه، منحه معطوب ولا منحه عسكري روتريت دو كومباتون، في حتما اذا كان قام بمخالفه ستنتزع منه الجنسيه الفرنسيه. وهذا كدليل ثاني يعطينا ادله باللي السيد هذا راه عنده كما يقولوا مرسوم تجنس. والاحتمال الثالث اللي نبنيو عليه معلوماتنا ان تلاقينا الكثير من المراسيم المتواجده في مصالح الارشيف اغلبها عسكريين،
يعني فيها بزاف لي ميليتير اللي داروا تجنس، تم تجنيس الكثير من السكان المغرب العربي الكبير سواء جزائريين توانسة مغاربة وهم عسكريين. وتلقوا أسفل هذا الفيديو أيضا فيديو يتحدث على العسكريين ولا على هذه النقطة. إذا احتمالاتنا نبنيهم بارابور الوثائق اللي نتلاقوا معهم، بارابور الوثائق اللي يتم إحضارها سواء من طرف الزبائن أو سواء اللي نتلاقوا معهم في مصالح الأرشيف بحكم خبرتنا وبحكم الاحتكاك مع السلطات الفرنسية. طبعا بعد ما طبقنا النظرية اللي تحدثت عليها على أرض الميدان فهي دائما تأتي بإيجابيات كما يقولوا، يعني كي نلقاو لي زونسيان كومباتون كاين بزاف لو ريزولتا، كاين بزاف لي دوكري تاع لي زونسيان كومباتون، يعني الكثير من الزبائن تاعنا قدرنا نوصل لهم إلى نتائج إيجابية، وهذا أكبر دليل أن الاحتماليات اللي بنينا عليهم هذه النظرة هي احتمالات كبيرة جدا. ولكن يبقى دائما السؤال مطروح، فرق بين عسكري وعسكري، فرق في المرحلة، في مرحلة التجنيد، فرق في طريقة التجنيد، إن كان إذا كان دارو إذا كان كان أبلي ولا كان ريكريتي ولا كان فولونتير، باسكو كي يكون فولونتير يزيد من الحظوظ إلى غير ذلك. وهذه الأمور قد ما هدرنا على شبكات التواصل الاجتماعي، قد ما وضحناهم في شبكات التواصل الاجتماعي، فيبقى الاختلاف قائم. احنا درنا اجتهادات وضحنا على حسب الخبرة تاعنا، يبقى الاختلاف قائم. انا واش نقول في هذا الميدان، ما نقولكمش باللي انا اللي راني نقول صح، وما نقولكمش باللي ثاني اخطأت، وانما اقول ولربما رأيي يحتاج كما يقولوا صحيح ويحتاج الى اضافة، ونتمنى من الاخوة الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي يزيدوا يقدموا مزيد باه يقدر توصل الفكرة الى الجميع. كما يقدر يكون خاطئ ويحتاج الى تصحيح، في حد ما اذا كان رأيي خاطئ فانا اتقبل صحيح لما لا، ولكن الاحتمالات اللي رانا نهضروا عليهم والفرضيات اللي رانا نفترضوهم راهي مبنية على تجربة واقعية من أرض الميدان. فيما يخص البشغات، فيما يخص القياد، فيما يخص السلك الإداري، فأيضا التمسنا أنهم يمتلكون الكثير، الأكثرية منهم يمتلكون مراسيم، ولذلك يعني ولكن دائما نأكد لكم فرق بين بشغة وبشغة، فرق بين قايد وبشغة، فرق بين قاضي، وكاين فرق حتى في المناصب وطريقة منحهم السلطة وطريقة منحهم القانون المشترك، كاين الكثير من الفروقات في هذه القضية. ولذلك قد ما وضحنا قد ما وضحنا تبقى نقائص كبيرة، ونقدروا نلتمسوا من خلال تقديم الاستشارة، يعني كي نكون مباشرة مع السيد ويجيب لي الوثائق اللي عنده ويشرح لي القضية تاعه، نبني احتمالاتنا على حسب كل ملف، يعني فرق بين ملف وملف. ولكن في جميع الأحوال أنا وضعت لكم أسفل هذا الفيديو إن شاء الله سأضع عدة روابط للاحتمالات اللي هضرنا عليهم اللي وضحتهم في عديد من المناسبات وفي عديد من الأعداد، ولكن يبقى كما قولوا يبقى ما أقوله اجتهاد مني، وإن شاء الله أنتم مثلا يعني راكم تتابعوا اللي راكم تشاركوا في شبكات التواصل الاجتماعي إن شاء الله أيضا تجتهدوا معايا، ولربما نوصل نقطة إيجابية للجميع. ولكن أسباب ولا طريقة الوصول إلى مرسوم مبني على ملفه، كل شخص مبني على ملفه. نتمنى أني وصلت نقطة، نتمنى أنكم فهمتوا عليا، ونشكركم بزاف على المتابعة. ما تنساوش أسفل هذا الفيديو درت لكم فيديوهات لاحتمالات سور كيل باز بنينا لي زونسيان كومباتون ولا البشغات كيف عندهم الحق ولا ما عندهمش، إذا كان ممكن أنك تحوس على مرسوم ولا لا. لا يبقى في الفيديو المقبل إن شاء الله نعطيكم طرق البحث، منين تبدأ طريقة البحث وكيف حتى تصل إن شاء الله تكون إيجابية. نقول لكم تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله.